القصة مثل ما يقولون طازجة. الله يا سلام، يعني حصلت اليوم. الله أكبر. سمعتها من زميل لنا، كنا نتجاذب أنا وياه أطراف الحديث. يا سلام. فتكلمنا عن الدعاء وأثره، فقال سبحان الله، كنت أدعو دائما بدعاء وهو اللهم أغنني بحلالك عن حرامك. الله أكبر. وبفضلك عمن سواك. فكنت دائما وأبدا أدعو بهذا الدعاء. وفي يوم من الأيام ضاقت بي السبل ماليا، يقول ففكرت في الأمر ماليا، فهداني يعني فكري إلى أن أستخرج فيزا من أجل أن تخفف علي أعباء الحياة. يا سلام، بهداية الله عز وجل. يقول وأنا في قرارة نفسي لست محبا للفيزا، لأنها يترتب عليها أمور أخرى، لكني مضطر. ويبدو أيضا أنه عنده يعني عزة نفس، ما يريد أن يطلب من أحد أنه يسلفه أو كذا. يقول فاتجهت إلى البنك من أجل أن أستخرج هذه الفيزا بطاقة. أي. يقول وأنا في الطريق فيه صراع داخلي، أخذها ما أخذها، أنا مضطر. أنا يقول فأعدت الكرة على هذا الدعاء وأنا في الطريق، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يقول حتى وصلت إلى الدائر الشمالي بين مخرج 6 و5، خلاص البنك قريب. يقول سبحان الله، وما هي إلا لحظات وأعود بسيارتي مرة ثانية. هون قلت خلاص سلمت أمري. إيه خلاص يسلم الإنسان أمره. سلم أمره لله. يقول ثم اتصل به شخص من زملائه، يقول هذا الرجل أطلبه فلوس من فترة طويلة، ما سددها. كيف الحال يا أبو فلان؟ الله يسلمك ويحييك. قال بجيك الليلة أو اليوم، اليوم إن شاء الله عندي لك علم طيب. يقول فاستبشرت خيرا. الله أكبر. فجاء هذا الرجل بهذا المبلغ الطيب اللي كان عنده. يا سلام يا سلام. يقول ولله الحمد، استشعرت يعني قيمة الدعاء، إن الإنسان يدعو ويدعو ويدعو ولا يكل ولا يمل، لأن الله نعم الله سبحانه وتعالى يحب الملحين عليه. وكلما ازددت طلبا وسؤالا لله وألحيت عليه كان ذلك أدعى إلى إجابتك. الأمر الآخر ألا يستعجل الإنسان بالاستجابة. نعم صحيح. فإنه كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم صحيح. فتمهل، والله عز وجل إن لم يعني يستجب لك سوف يبدلك خيرا، خيرا أو سوف يدخرها لك أو يدفع عنك سوء. فألحوا على الله بالدعاء سبحانه وتعالى ولا تملون. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعوه أجابهم سبحانه. هذا اليقين يا أبو عبد الله اللي يصل لمرحلة اليقين يبشر بالخير، شيء عظيم. اي نعم. لذلك حتى يعني هذا الان في البحث عن 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 يعني المال ورزق الله عز وجل له، كذلك ايضا المصيبه اذا حصلت. نعم. احيانا تحصل لك مصيبه وتكون سبحان الله ظاهرها شر. نعم. وتكرهها ويضيق صدرك، ثم تجد فيها خير. واو. كثير. وهذا عشناه احنا ولله الحمد. صحيح. لذلك من سلم الامر لله عز وجل سلموا الامر لله سبحانه وتعالى. وانتبهوا، ترى بعض الناس يسلمها بلسانه لكن ما سلمها بقلبه. لا، خلوها عمق دائما. خلوا اللي يكتب الله فيه خير، اللي يكتبها الله فيه خير، اللي يكتبها الله فيه خير. خلوا العباره ذي وخير في مختاره. اي في الخيره في مختاره الله عز وجل. يعني حصل لك شيء الحمد لله على كل حال، ما هو باللي يريدها الله، انتهى الموضوع، الله احكم. نعم. فاذا وصلنا لهالمرحله هذه مرحله جميله، اللي يوصل لها يبشر بالخير.
سبحان الله أول شيء تطمئن النفس، ثم هي رضا لله عز وجل وعدم اعتراض على قدره سبحانه وتعالى، ثم يتحقق فيها موعود الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مو بخير بس يجعل الله فيه خير، والله من اللي قال كثير الآن الله عز وجل، لا بد أن تعطى يعني كلام الله عز وجل يجب أن يقدر قدره، لا بد انتبهوا، إذا قال الله عز وجل عظيم ترى عظمته ما تصل لها العقول، كثير كثرة ما تصل لها العقول، يعني خذوا كلام الله عز وجل على محمل العظمة بما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى.